أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلوات الله وسلامه على رحمته للعالمين وحجته على الناس أجمعين، سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا ومعلمنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بسنته إلى يوم الدين، وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، تأملاتنا القرآنية في هذه الليلة حول آيات من سورة محمد. وسورة محمد سورة مدنية، بدأت بقوله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. ولذلك جاء في صحيح البخاري أن بعضهم سماها سورة الذين كفروا، يعني كثيرا ما تسمى السورة باسم أولها، سورة براءة، براءة من الله، سورة الرحمن، عبادة الرحمن، سورة الذين كفروا، أي الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، وتسمى أحيانا سورة القتال، وذلك لأن كلمة القتال ذكرت فيها كما استمعنا إلى الآية الكريمة: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت كذا إلى آخره. فبعضهم يقول هي المقصود هذه السورة نفسها، لأن القتال ذكر فيها، ذكرت فيها كيف تكون المعركة، إذا وجه المسلمون بالمعركة ماذا يفعلون، وهذه هي الآيات التي سنتحدث عنها. وذلك قوله تعالى في هذه السورة: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم، إلى آخر الآيات. فإذا لقيتم الذين كفروا، الخطاب للمؤمنين، إذا لقيتم الذين كفروا، ما معنى إذا لقيتم؟ يعني ليس المقصود يعني إذا قابلتهم في عرض الطريق فاضربوا رقابهم، لا، هذا كلمة اللقاء هنا معناها اللقاء في الحرب. إذا لقيتموهم يعني واجهتموهم وجها لوجه، كما قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. فالمراد باللقاء هنا اللقاء في المعركة، و يعني بلغة عصرنا يعني إذا قامت المعركة إبداء الهجوم. يعني كلمة فضرب الرقاب هي كناية عن القتل، وربما الحرب في عصرنا لا تقتضي لقاء بين الأبطال ويتبارزون بالسيوف ويضربون ويطعنون بالرماح ويرمون بالسهام، ربما لم تعد الحرب تقتضي هذا الأمر. الحرب بعد تطور آلياتها وبعد تغير أدواتها أصبحت شيئا آخر. إذا تقررت المعركة هناك لن يكون ضرب بالرقاب، وإنما ستكون هناك هجوم بقذف الصواريخ، بغارات جوية، بدبابات برية، بأدوات كثيرة. فكلمة ضرب الرقاب كناية عن بدء القتال مع هؤلاء الذين كفروا. ومعنى الذين كفروا، نحن لا نقاتل الذين كفروا لكفرهم، وإنما نقاتلهم لعدوانهم، لو سالمونا لسالمناهم. نحن
لا نقاتل كل الكفار. في سورة الممتحنة يقول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وفي سورة النساء: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. وفي آية أخرى: فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. فالذين كفروا في ذلك الوقت كانوا هم المشركين المعتدين على المسلمين دائما، كانوا المسلمين هم الضحايا. وكانوا في مكة 13 عاما يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما بين مضروب ومجروح ومشدود ومكسور، ويقولون له: يا رسول الله، إذن لنا أن ندفع عن أنفسنا، نقاتل عن نفسنا. فيقول لهم: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. إلى أن كانت الهجرة ونزل قول الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. أذن الله لهم في القتال والدفاع عن أنفسهم. فهنا حينما يقول: إذا لقيتم الذين كفروا، أي الذين كفروا كما قال في أول سورة، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، يعني هم ليسوا مجرد كفار يصدون عن سبيل الله، يفتنون المسلمين في دينهم. من دخل الإسلام وخصوصا من كان من المستضعفين، من ليس له ظهر يحميه، من ليس له سند من قريش، من ليس له قبيلة تشد أزره وتحمي ظهره، هؤلاء يتعرضون للفتنة وللعذاب، مثل عمار ابن ياسر وأبوه ياسر وأمه سمية، ومثل بلال ابن رباح، ومثل الخباب ابن الأرت، والكثيرين من هؤلاء تعرضوا للفتنة، فتنة الإيذاء والعذاب. ولذلك القرآن حينما يعني شرع القتال قال: قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين يعني لله، ويكون الدين كله لله، فلا يفتن أحد في دينه. فإذا قال: إذا لقيتم الذين كفروا، أي هؤلاء الكفار الصادين عن سبيل الله الذين يتعرضون للمؤمنين بالفتنة والإيذاء، يحاولون أن يخرجوهم من دينهم، فهذا هو المقصود: إذا لقيتم الذين كفروا. ولم يقل لنا إلقوا الذين كفروا، ولكن يقول: إذا لقيتموهم. ونحن لا نلقاهم إلا في مثل هذه الحالات التي شرعها القرآن وشرحها لنا. إذا لقيتم الذين كفروا، وكانت هناك أسباب للقاء هؤلاء، للدفاع عن دينكم، للدفاع عن المستضعفين منكم ومن غيركم، للدفاع عن عقيدتكم، للدفاع عن حرماتكم، للدفاع عن أهليكم وأعراضكم، للدفاع عن أرضكم ومقدساتكم. إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. ولكن إلى ذا متى يظل ضرب الرقاب؟ نظل نقتل في المشركين إلى ما شاء الله؟ لا نتوقف أبدا؟ لا، يقول: حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. اقتلوا منهم إلى أن تثخنوهم، يعني تضعفوهم، تضعفوا قوتهم، تكسروا شوكتهم، تحطموا قوتهم العسكرية، فلا يستطيعون بعد ذلك أن يغيروا عليكم وأن يهاجموكم وأن يفتنوكم وأن كذا. في هذه الحالة شدوا الوثاق. ما معنى شدوا الوثاق؟ الوثاق عن القيد، قيدوهم. من استأسر منهم فأسروه، من استسلم خذوه أسيرا. هذا. فإذا القتل ليس مفتوحا إلى الأبد، لا، إلى حد الإثخان. قبل الإثخان لا يجوز أن يكون كل همنا الأسر، لا. الله عاتب المسلمين بعد غزوة بدر على استكثارهم من الأسرى قبل أن يثخنوا فيهم، خصوصا كانت أول معركة وكان لابد من الإثخان حتى يعني يظهروا عجزهم
ويحطموا قوتهم. فسارع المسلمون إلى الأسر، وقال الله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا، عايزين تاخدوا فداء الأسرى، تكسبوا يعني المال، ما ينبغي أن يكون هذا هو هدفكم. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. فهنا نجد القرآن يجعل للقتل حدا ومدا وغاية، وهو إثخان العدو، تحطيم شوكة العدو. في هذه الحالة نكتفي بالأسر. وهنا نجد فرقا كبيرا بين شريعة القتال في القرآن وشريعة القتال في التوراة. التوراة التي يؤمن بها اليهود والنصارى جميعا، حتى النصارى عندهم الكتاب المقدس. الكتاب المقدس هو ايه؟ العهد القديم والعهد الجديد. العهد القديم التوراة وملحقاتها من نبوات الأنبياء إلى آخره، والعهد الجديد الأناجيل الأربعة وملحقاتها من رسائل الرسل والحواريين إلى آخره. فاليهود والنصارى يؤمنون بالكتاب المقدس، اليهود والنصارى يؤمنون بشريعة التوراة، وشريعة التوراة شريعة قاسية جدا، شريعة القتال، شريعة الحرب في التوراة لا نظير له. من قرأ سفر التثنية من أسفار التوراة الخمسة وقرأ الفقرات التي تتحدث عن القتال، قتال الشعوب التي تسكن البلاد والمدن البعيدة عن أرض فلسطين، الحثيين والأموريين والكنعانيين واليبوسيين، 6 شعوب، إذا حاربتم هؤلاء إن استسلموا لكم وصالحوكم فكل من في هذه البلاد يكونون عبيدا لكم، كلهم يكونوا عبيد لكم، وإن لم يستسلموا ويطلبوا الصلح فحاربوهم، فإذا انتصرتم عليهم ودخلتم هذه البلدة فاضربوا جميع ذكورها بحد السيف، اضربوا جميع ذكورها بحد السيف. لم يستثني طفلا صغيرا ولم يستثني شيخا كبيرا، جميع ذكورها اضربوهم بحد السيف.